Gnome Talks. أهلا بكم متابعي Gnome Talks. اليوم سنتعرف على برنامج جديد من برامج الأندرويد الحرة. برنامج اليوم هو عبارة عن آلة حاسبة، لكن ليس مجرد آلة حاسبة عادية. سندخل إلى البرنامج. أولا هو إكوات، هذا هو البرنامج. بالإضافة إلى الآلة الحاسبة العادية، 1 + 2 يعطيك 3 - 2 يعطيك 1. هنا الأمر عادي، لكن هنا في الشريط الأعلى موجود عديد من الاختيارات مثل العملات والقوة والساعة والأحجام والسرعة وعديد والطاقة وعديد الخيارات الأخرى. مثلا إذا أتينا للديجيتال يعطينا اختيار تغيير بين ومعرفة مختلف صيغ الديجيتال، مثلا بيت كم هي بالبايت، أو البايت كم هي بالبيت، بايت فيها أو بها 8 بيت، 1 تيرابايت. مثلا إذا كتبنا 1 تيرابايت كم بها من جيجا بايت، تساوي 1.024 من جيجا بايت. مثلا أردنا التغيير أو معرفة العملات، 1 دولار كم يساوي بالدرهم المغربي، يساوي 9.64. البرنامج لا يحتاج الاتصال بالإنترنت إلا في حالة واحدة لتحميل بيانات العملات، باقي الوظائف هي تعمل دون الحاجة إلى الإنترنت. هذه الآلة الحاسبة هي جيدة جدا وعملية جدا للتغيير بين مختلف المقاسات ومجموعة من المزايا العديدة التي توفرها، مثلا التغيير بين الأحجام والأوزان. كما تشاهدون هنا درجة الحرارة مثلا 14 درجة فهرنهايت كم هي بالسيليسيوس، وهنا الكيلومتر والسنتيمتر والإنش، مثلا 1 إنش كم هو بالمتر، يساوي 0.025، وعديد المزايا التي تمنحها هذه الآلة الحاسبة الرائعة جدا. البرنامج حر ومجاني، متوفر على متجر اندرويد وأيضا على متجر جوجل بلاي. يمكن تحميله وتثبيته على نظامك بكل سهولة، فقط اكتب إكوات. أتمنى أن يكون هذا التطبيق قد أعجبكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.